وهذه المسألة من المسائل التي عظمت البلية بها عند المتأخرين، وعظم النكير بها على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكأنه هو المتكلم بها. والأمر كما ذكر العلامة مفتي حضرموت عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف أن غير أبي العباس تكلم بها كابن عقيل والقاضي عياض، لكن النفوس فيها ما فيها، فعلقت هذه المسألة بابن تيمية وحده. واليوم تعلق هذه المسألة ليست بالدولة السعودية كما كان، فإن الناس فيما سلف كانوا ينسبون هذا المنع إلى الدولة السعودية، لكن المتحذلقون بالتقرب إلى السلاطين يقولون إن الأوصياء من أتباع الوهابية من المؤسسة الدينية هم الذين يمنعون هذا فقط، أما علماء هذه البلاد فمنهم من لا يمنع ذلك، وربما يجدون من يوافقهم في هواهم الذي يريدونه. والحق لا يختص بابن عبد الوهاب ولا بابن تيمية ولا بالدولة السعودية، لكن الحق هو ما قامت عليه الأدلة، والأدلة قائمة على تحريم شد الرحال، ولا يختص هذا بالحنابلة، بل هذا القاضي عياض ليحصب من المالكية يرى حرمة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يصورون أن هذه المسائل من دين ابن عبد الوهاب أو من دين ابن تيمية فهم إما جهال بمذاهب أهل العلم في هذه المسائل، وإما أن لهم أغراض خفية يريدون الوصول إليها. نعم.